هذه السيدة وغيرها كثير فقدوا وعيهم أو فقدوا أحبائهم في حادث تسرب غاز كيماوي بمصنع بالهند. مسؤول في الشرطة جنوب البلاد قال إن تسرب الغاز في مصنع أودى بحياة عدة أشخاص، فيما نقل المئات إلى المستشفيات وتم إجلاء مئات آخرين في مناطق قريبة. تم نقل نحو 1000 مصاب إلى المستشفى، لذا فإن التركيز الآن ليس على حجم تسرب الغاز، لكن التركيز الأهم هو معالجة الضحايا. رئيس الوزراء ناريندا مودي نشر في تغريدة له أنه يتابع مجريات الحادث ويصلي من أجل سلامة الجميع ورفاههم في القرية. وتسرب الغاز من خزانات في مجمع تملكه شركة LG Chem الكورية الجنوبية، التي كانت علقت عملياتها بسبب إجراءات العزل التي تفرضها البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا. ويزن خزانان 5000 طن لم يكونا يخضعا للمراقبة، الأمر الذي أدى لتفاعل كيميائي وارتفاع درجات الحرارة داخل الخزانين ليتسرب الغاز في ساعات الصباح الأولى بينما كانت أسر القرية نائمين. وكانت البلاد قد عاشت قبل نحو 3 عقود أسوأ كارثة صناعية في التاريخ، عندما تسرب مبيد للحشرات من مصنع في مدينة بوبال بوسط البلاد.